السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ساعات قليلة يا جماعة تفصلنا عن وصول ضيف كريم عزيز. هذا الضيف ننتظره يأتينا مرة واحدة في العام. هذا الضيف يأتينا بالخير والبركة. هذا الضيف هو شهر رمضان الكريم. ساعات قليلة تفصلنا عن أول ليلة من ليالي رمضان. كيف نستقبل هذا الشهر الكريم الذي تفتح فيه أبواب الجنان وتغلق فيه أبواب النيران وتصفد فيه مرضة الجن حتى لا يشغلون المسلم عن عبادته لله سبحانه وتعالى؟ شوف الفضل، شوف الخير من الله. ربنا سبحانه وتعالى يصفد لك مرضة الجن حتى تعبد الله بقلب سليم خالص، قلب أبيض. لكن الذنوب التي تأتي في رمضان تكون من النفس. كيف نستقبل هذا الشهر؟ أولا نستقبل هذا الشهر بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى. نتوب توبة صادقة، وشروط التوبة الإقلاع عن الذنب والندم وأن تعزم ألا تعود. أي ذنب تعمل الثلاث شروط دول ربنا يتقبل منك بإذن الله. ثانيا الصلاة. الناس اللي مش بتصلي، متى ستصلي؟ دخل عليك شهر رمضان، متى ستنوي الصلاة؟ ألم تعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر؟ ألم تعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فكذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. الصلاة فرضت 50 صلاة ولكن خففها الله سبحانه وتعالى إلى 5 صلوات. متى ستنوي الصلاة وأنت تعلم أنها ركن من أركان الإسلام، أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة؟ الصلاة. فإن صلحت فقد صلح سائر عمله، وإن فسدت فقد فسد سائر عمله. فأنا عاوزك تنويها، وأنت تعرف فضل الصلاة وأنها سبب في مغفرة الذنوب وسبب في رحمة الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم: ما سلككم في سقر؟ للناس اللي في النار قالوا: لم نكن من المصلين. اوعى تكون معاهم، انويها، فرصة. روح المقابر وانظر، شوف كم قبر دفن وأنت على قيد الحياة أمام عينك. لقد رحلوا إلى الله سبحانه وتعالى واستبقاك الله ليعطيك الفرصة. ابدأ رمضان ده يكون شهر تغيير ليك. ابدأ الصلاة توبة صادقة وابدأ من بداية شهر رمضان. ابدأ. ثانيا تنوي الصيام. الناس اللي مش بتصوم، ألم تعلم أن الصيام ركن من أركان الإسلام؟ ده بيأتيك شهر في السنة. الأطفال عندها 6 سنين و7 سنين بتصوم الشهر كامل، وأنت رجل كبير بالغ لا تستطيع الصيام. كيف تمشي في الشارع تجد الشباب يولع سجاير في الشارع واللي يشرب وهو مسلم؟ تسأله تقول له: أنت اسمك إيه؟ يقول لك: اسمي محمد. مسلم وفاطر في شهر رمضان، حرام عليك، سيحاسبك الله سبحانه وتعالى. انوي الصيام، انوي وربنا يعينك، ربنا يكرمك يا رب ويتقبل منك. ثالثا صلاة القيام التراويح، فضلها كبير جدا. ابدأ صلي التراويح في المسجد مع الناس. صلاة التراويح قيام الليل شرف المؤمن. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول: الصيام منعته يا رب الطعام والشراب بالنهار فشفعني فيه، ويقول: القرآن منعته النوم بالليل يا رب فشفعني فيه. صلي التراويح مع الناس، مش هتاخد أكثر من نص ساعة أو أقل. صلي التراويح مع الناس، ثم بعد ذلك القرآن الكريم. مش بنفتحه خالص طول العام، مشغولين، مشاغل السوشيال ميديا، المشاغل، الأشغال، لا نفتح المصحف. المصحف. وقال الرسول: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. كل حرف تقرأه من كتاب الله لك به حسنة، والحسنة 10 أمثالها. كتاب الله سبحانه وتعالى هي
يشتكي. افتح المصحف وانوي ان انت تختم على الاقل ختمة في رمضان، جزء واحد في اليوم، ثم بعد ذلك لا تكثر من النوم في النهار، ادي صلواتك، صلاة الفجر، استعين بالله سبحانه وتعالى، الاذكار، التسبيح، ثم بعد ذلك صلة الرحم اذا كنت مقاطع عمك، مقاطع خالك، اخوك، عمتك، خالتك، اختك، متى ستصالحها؟ على ايه؟ مخاصمها على ايه؟ على الدنيا؟ كلها امور دنيوية تافهة. فكر مع نفسك كده وقول انا مقاطعه على ايه؟ انا مخاصمه على ايه؟ هتلاقي امر تافه. ارفع السماعة في بداية رمضان وقول السلام عليكم، كل عام وانتم بخير، رمضانكم مبارك. ثم بعد ذلك الصدقة، خير الصدقة في شهر رمضان، شنط رمضان للناس الغلابة، ربنا يبارك فيكم، ما تنسوهمش، لا تنسوا الفقراء في هذا الشهر الكريم، شهر الخير والبركة. تصدق ولو بالقليل، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح اللي بينك وبينه عداوة، تصدق عليه، أعطيه، تعهد جيرانك في هذا الشهر الكريم، شهر لن يعوض، قد لا يأتي عليك هذا الشهر مرة أخرى، هل تضمن عمرك؟ عايزين نستغل يا جماعة هذا الشهر الكريم، يا رب يتقبل منا ومنكم هذا الشهر. انوي، ونية شهر رمضان يا جماعة تكون نية واحدة بس، نية الصيام، تنويها في بداية الشهر، ثم استعين بالله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى يوفقك، ربنا يبارك فيكم ويجعل هذا الشهر خير وبركة على جميع الأمة الإسلامية، ويبارك فيكم ويحفظكم. يبقى احنا قلنا التوبة، الصلاة، الصيام، القرآن، صلة الرحم، الصدقة. الشهر ده فرصة يا جماعة لا نضيعه، ما تخليش السوشيال ميديا تاخدك من شهر رمضان. الناس اللي تبقى مشغولة عن الصلاة بالنوم والسوشيال ميديا، لا، دي فرصة، شهر رمضان شهر كريم، فيه ليلة خير من ألف شهر، ليلة القدر. قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر، ليلة القدر خير، وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. خطوات قلناها جماعة بسيطة جدا نستغلها في بداية هذا الشهر. الفيديو ده قبل دخول رمضان بساعات قليلة، أرجوكم اسمعوا الفيديو كويس ونستغل كل نقطة فيه، ربنا يبارك فيكم وجزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.